المنتج الفخار والخزاف بمركب سلا الولجة. عندنا المشكل اللي وقع في هذه الاونه هو ان السلطات المعنيه جاوا بغاو يفرغونا من المحلات وقالوا لنا باش تحولوا لواحد ديستون في حي جماعه، وبلاصه الانتاج ما كايناش. حنا بغينا بلاصه الانتاج هي الاولى نشوف، حيت الا مشينا بعنا تما غنبيعوا واحد يومين ثلاث ايام غتكمل السلعه. خصنا بلاصه الانتاج فين تجيو السلعه ديالنا، وحنا ما تهربنا من حتى شي حاجه. مع الى عطاونا بلاصه الانتاج مرحبا بهم. اول حنا اللي غنتعاونوا، واش هذا المشروع ديال سيدنا ما غنتعاونوش فيه؟ هذا المشروع ديال سيدنا حنا الاولين غنتضامنوا وغنكونوا يد وحده باش ينجح هذا المشروع ديال سيدنا. والحريفيه راه معروفين بالتضامن ديالهم والمثابره ديالهم في العمل وفي الكلمه. سيدي شحال كاين هنا من المحل تجاري؟ حوالي 75 محل تجاري. شحال صانع؟ تقريبا شي ما بين 860 صانع تقليدي. شحال عام ممكن يخدمون هذا؟ هذا الكومبلكس هذا في 1980، ولكن حنا قبل كنا في 62 عندنا محلات ديالنا، ومن بعد قال لك غنتحولوا لهذا الكومبلكس هذا لانه منقي ومقاد وداك الشيء، ريبوا لنا المحلات ديالنا وجابونا لهنايا في 1980. الى حق في هذا المجال هذا في هذه البلاصه هذه، فين تمشيو انتوما؟ فين نمشيو المستخدمين؟ هذا الشيء اللي ما عرفناش دابا. حنا راه بغينا نمشيو لشي بلاصه مقاده مزيانه باش هاد الصناعه التقليديه تبقى تسير الوقت وتطور، وحنا راه تنتطوروا وغادي زعما في الطريق الصحيح، ولكن هاد الناس هادو الله يهديهم. يعني مسيركم حاليا مشغول؟ خلال صراحه خدينا مع مجموعه من التجار، كاين ما رديش على هذا القرار ديال التحويل ديالهم. انا راضي، ولكن خصنا المحل ديال البيع والمحل ديال الخدمه، حيت هذا المشروع ديال سيدنا حنا قابلينه، ولكن بمقابل خصنا البلاصه فين غنخدموا والبلاصه فين غنبيعوا، ولا يعطيونا غير البلاصه فين غنخدموا تما غنبيعوا فيها. تحاورت معكم السلطه المحليه في الشان هذا؟ كنا تنتحاوروا مع المندوبيه هذه واحد 4 سنين، وحنا بعد شد ورد ودرنا بان يعطيونا المحل فيه 750 متر باش نخدموا فيه، ودي دي ستون باش نبيعوا فيه. اذا بهذا الشيء راه ما بقى منه حتى شي حاجه. لا حاولوا تتصلوا بما كاينش الاتصال، راه عينا ما نتصلوا، عينا ما نطلبوا نصيفطوا طلب لقاء وداك الشيء، حتى واحد ما بغى ولا مجيب. شنو اللوجيستيك ديال السلطات المحليه في شخص الباشا القائد هنايا؟ تقرب منكم كان شي حوار؟ لا ما نظنش، كان في الاول كان واحد عيطوا علينا لواحد الاجتماع ملي شافونا بان مصممين على بلاصه الخدمه وما يقطعوا علينا الاتصال ولاو تيتعاملوا مع الحرفيين شخصيا. الاجراءات باش يتحولوا باش فين غادي نمشيو؟ البلاصه اللي عطاو لعباد الله فين يعرضوا؟ ما يمكنش ان غادي تهز لي كاتي وحنا عندنا ماتيريال وعندنا يعني سلعه كثيره، ما يمكنش غادي تعطيني انا 3 متر على 6 متر فين غنعرض؟ واش غنعرض؟ الا ما نتجش ما كانش عندي محل ديال الانتاج ما يمكنليش نعرض. هما دابا الان تيقول لك خصك تمشي وتخلي البلاصه ديال العرض غادي تبقى بوحدها ديال الانتاج. ما فهمناش ان بلاصه الانتاج واش غادي تبقاو نتوما هنا تنتجوا؟ قال دابا تيقول لك غتبقاو بلاصه الانتاج غتبقى وبلاصه العرض غادي تمشيو. ما يمكنش ان في الاول اتفقتوا معنا انك تعطيونا محلات ديال الانتاج ومحلات ديال العرض. قلنا ما كاين حتى شي مشكل، كان عندنا حتى حنا بواحد الصدر رحب. اليوم كنتفاجئوا بهذه القرارات، هذا التعسفيه، والناس راه ما راضياش على هذا الشيء. احنا مع التغيير اخاي، احنا ما غتغير، ولكن ما تضيعش الصناع. هاد الصناع هادو لا 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 خرجتي من هنا فين غادي يمشيو؟ وراه عدد كثير، راه كاين عدد كثير ديال الصناع، فهمتي؟ ما غنقدرش نحدد لك ان كاينين هنا محلات راه فوق تقريبا، راه فوق ال 120 ولا تقريبا 130 محل، اضيف عليهم صحاب الناس اللي كيديروا هنا القصاب والفرفورجي، يعني كاينين صناع كثار، راه واحد الكومبلكس اللي جامع فيه بزاف ديال الحرفيين. بالنسبه لي انا راه تقريبا 45 عام وانا هنايا، كان الوالد ديالي قبل مني. تقول لي بان الناس هذو مقدراتهم ديالهم واحد هو البلاصه هذه؟ ما عندهمش من غير من هاد يعني هاد البلاصه هادي، ما عندهمش شي مصدر اخر، الا سدوا لهم صافي صلاه على النبي راه عباد الله غتشرد.
عباد الله تسرد. الحوار اللي كان هو على اساس انهم غادي يعطونا محلات فين نخدموا ويعطونا محلات فين نعرضوا. اليوم 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 كنتفاجئوا ان كيقول لك عندك محل فين تعرض. انا اش غندير بالعرض الا ما كنتش ننتج؟ شكرا على المشاهدة. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.